الوحيد اللي عندنا هو الدكتور محمد التويني بالجنة. دكتور محمد التويني بالجنة. بعد ذلك يتم بعد ذلك توزيع الأوراق. قمت به الأخت خديجة وزعت الأوراق على أعضاء المجلس. يقوم كل عضو بتسجيل اسمه في المكان المخصص. إذا خصكم تسجلوا الأسماء ديالكم في هذه الورقة اللي تعطيتكم في المكان المخصص في أسفل الورقة ووضع علامة تصويته في المكان المخصص للمترشح. إذا لاحظتوا هذه الورقة اللي تعطاتكم فيها لتحت ثلاثة ديال الملاحظات اللي ممكن لكم تعملوهم صغيرة مكتوبة لتحت صغيرة فيها نعم لا ولا ممتنع. إذا هذو هما الملاحظات اللي غادي ديروا في الورقة وغتكتبوا الاسم ديالكم. من بعد ما تصوتوا كاملين الله يجازيكم بخير غادي ندوزوا للتصويت العلني لانه كيتم يعلن رئيس اللجنه اسم بعد انتهاء اعضاء الوضع علامه التصويت في المكان المخصص لها. عندنا ثلاثة ديال الحالات. شكون اللي مع محمد التويني بن جنون كرئيس المقاطعة ديال مر السلطان؟
هكذا ساهم المهمة ديالي وخلي المكان ديالي السيد الرئيس الجديد لإتمام الإجراءات. مرسلطان للجميع يخليه يخدم. شكرا لأمور قادة مرسلطان على حسن تدبير هذه المرحلة. شكرا للصحافة المرئية والمسموعة على المجهودات البناءة التي قاموا بها لتنوير الإعلام المحلي الوطني. شكرا للجميع، شكرا للحضور. أولا لإطار هذا الثقة اللي الحمد لله عوني السيدات والسادة المستشارين في مقاطعة السلطات باش نتحملها. نقدر نقول لكم بأن هذا شرف كبير، هذا شرف كبير. أن أي واحد يبغي يمثل المنطقة اللي يتزال فيها وقرار فيها كبر فيها وقرار فيها يبغي بعد ما أعطاه الوطن الإمكانية باش يدرس وباش يشتغل وباش توفر ليه الظروف كافية تانية.